يخص المدرب بيتكوفيتش والمراحل الثانية الأشواط الثانية. هذا المدرب لحد الآن لعب 7 مباريات، خسر مباراة واحدة فقط أمام غينيا وتعادل في مباراة واحدة فقط، كل الباقي انتصارات، فاز بخمس انتصارات بينهم 4 انتصارات متتالية. عندي واحد الإحصائية تقول بأنه لحد الآن المنتخب مع بيتكوفيتش سجل 19 هدف، وهذه حصيلة معتبرة ومعتبرة جدا. باش تسجل في 7 مباريات 19 هدف سافدير كو الجانب الهجومي او الاهداف رانا نسجلوهم ورانا نخلقوا فرص. في 19 هدف هادو سجلنا قريب ثلث هدف في الماتش، يعني لا موين 2.5 هدف. ولكن الحاجه المهمه على الاشواط الثانيه اللي كان يتكلم عليها امين اكساس منذ قليل هي انه الفريق او المنتخب الوطني سجل سور لي 19 بوت سجلنا 14 هدف في الشوط الثاني. وهنا بيت القصيد، هل نولوا في كل مره نحكموا كروشنا في المراحل الاولى ونستناو الشوط الثاني باش المدرب يبدل، او انه كما كان يقول منذ قليل علي بن شيخ انه المدرب لم يجد بعد لوساتور اللي يعزم عليها راهو الي اون طران دي سي. لكن في بعض الاحيان بما انه الاشواط الثانيه اللاعبين لم يدخلوا في الاشواط الثانيه راهم يقدموا الاضافه ورانا نسجلوا الاهداف، لماذا لا نشرك اللاعبين الاساسيين اللي هما اللي يمكن ان ننتظروا مثلا غويري اللي راهو في كل مره يسجل مع بيتكوفيتش، سجل اليوم وسجل المباراه تاع ليبيريا وسجل المباراه اللي قبلها امام غينيا الاستوائيه، في 3 مباريات سجل 3 اهداف وسجل ايضا من قبل. كنا نستناو عمورة اللي راهو يؤدي في موسم بدايه موسم رائعه مع فولسبور، كنا نستناو مثلا في فارسي، كنا نستناو مثلا في بوعناني. هل تعتقد ان المدرب بما انه عنده مباراتين راهو ينتظر وسيضع تشكيله اخرى امام الطوغو في لومي يوم الاثنين بدايه من الساعه 5؟ اما الذي يحدث 14 هدف سجلناه في الشوط الثاني. شوف لي ستاتستيك هادو ما ملاح و سي اون بون شوز، لكن لازم نكونوا صراحة مازال ما لعبناش مع فرق تاع النيفو 1 في افريك، وكيما تلعبش كي تلعب مع فرق متوسطه ميم سي تجي تربط اللور وتلعب بالكونتر عندك توجور الفرصه للتدارك اون دوزيام ايطون اي سي سكي اريف ا شاك فوا كونت نرى من لي جوال حبات الملاح تاعنا اون دوزيام ايطون الماركيو بوكو دو بيت. هذا واش ينوز امانا دير كوا باللي لي شوا لي شونجمون لي يديرهم بيتكوفيتش اون دوزيام ميطون سي دي شوا تاع بيانتو هو لي شونج مي سي لي اوسي ريسبونسابل هو لي شوا لي يديرهم اون دوزيام ميطون. انا السؤال تاعي وعلاش ميم سي سيرتان انا حسبت 4 ولا 4 تيتولار وعلاش اشاك فوا يولوا تيتولار وعلاش اشاك فوا لي شوا هادوما نبداو بهم نضحيو بالشوط الاول سي كوم سي لي تي سور بلي اون دوزيام ميطون حتى تحل انا مون افي اليوم خرجنا بدروس هامه في هذا المباراه ان هناك لاعبين اللي دخلوا اون دوزيام ميطون صراحة احسن من لي جوا اللي لعبوا تيتولار. ميتنون انا جوبونس بيتكوفيتش يفا اونفان سو ديسيدي يلعب هادوما باسكو هادوما يمدوا احسن من محرز احسن من ماندي احسن من زروقي واحسن من لاعبين اخرين. زروقي ما خرجش نعاود نكرر وما خرجش لا كيستيون تاع زروقي. انا جوري مي بار اكزومبل كي يدخل بوداوي سي زروقي كي سورت بيتيت سوري دوني بلوس دو ليبرتي لزورغان بلوس دو ليبرتي زورغان نحيو له لي داش ديفونسي بوتيت كو زورغان باسكو انا شفتو في لعبوا بربعه في الوسط كثير في ليبيريا زورغان دار ماتش باسكو لي تي ليبيري لعب اوفونسيف واحد حرر اليوم زبطوا شاف دير كي شوف دي فوا حنا نشوفوا لاعب ما خرجش اليوم ما لعبش مليح يلعب لنا بخطه مغايره عندنا 3 مدافعين 6 ديبول ادوار اللي مدوا اللاعب دي فوا نشوفوا زورغان كي تان اكسلون جوار ثلاثة في مركز في محور الدفاع لا فاصون الجيري لازم تجيبها نشوف النوفو لازم يفو كونستروي اون نوفيل ايكيب يا دي جوار ماتون جاب لي ربي فاتهم القطاع في المنتخب الوطني فو دير لا فيريتي اون فا با ريستي ا شاك فوا لي ميم جوار ميطون كاع راكدين نستناو حتى يدخل لو رومبلاسون باش نديرو مقابله تفرحنا
نون انا ماذا بيا سورتو كي كسوا او دوميسيل ولا اليكسير يدخلوا هاد لي جون سيتا عطينهم الشاط انا شفت اليوم ما زعطاولو عطاولو ربع دقائق يا حبيبي مع ربع لا مع الـ مع الـ مع الوقت البائع تسعة كل صح تسعة عطاولو تسعة في تسعة دقائق شوف كيفاش كيفاش جاب البالون إلا بري لانفورماسيون شوف لاكسيون إلا بري لانفورماسيون اللي جا موراه عطى الكرة على طبق العمورة وعمورة ردها راح نشوفوه راح نشوفوه شوف شوف لاعب تعطيه أربع دقائق ولا ست دقائق كيما تحب تسع دقائق يبرهن على القوة كاين لاعب لعب 70 دقيقة ما بينش أنا يفول ديما بيدي صح لكن اللاعب اللي لعب 70 دقيقة ربما تشير أنت إلى محرز يقدر يقول لك بأنه أنا عند خروجي تركت المنتخب الوطني فايز ب 3-1 كنا رابحين ثلاث اهداف مقابل هدف اي مالا الكل ورد روان خليوه يلعب دائما خليوه هكذا بسكار انا رابحين طروان خليوه يلعب غير هو كل ورد روان دائما ما كان له نغيره خلاص نتبعه واش يقول رضوان مليحه انا ما قلت لك قلت لك يعني يقدر يقول قائل انه انا خرجت في الدقيقه حسين خرجت في الدقيقه حسين باسكو غدوه راح تلعب مع لي زيكيب تاع ليفل 1 تاع لي زيكيب تاع البرومي غدوه تلعب مع المغرب تلعب مع مصر تلعب مع الكاميرون ولا ربح ولا ماركا ولا دو بيت في بريمير مي طون سي بون تغلق البوتيك قضاو عليك قضاو عليك سي بون سي فوتو ابري صافي دير كوجوردي فو كوني علي انا شو داكور افيك لوي فو كوني نو ساتور اون ايكيب كي سي ريبيت اي فو بور غاني لي زوتوماتيز باش غدوه نروحوا خاصه دوكا رانا ضد الفرق الكبيره خاصه اننا متاهلين تقريبا عندنا مباراتين شوف عندنا ثلاث مباريات يعني معك عندنا مقابله طوغو يوم الاثنين وعندنا لقاء ليبيريا هنا بالجزائر وعندنا لقاء غينيا الاستوائيه في غينيا الاستوائيه وبالتالي هو ماتش عندنا لي ماتش لا كوب دي مونت ماسير كوب دي مونت تدوا غاني شوف تكلم دوكا سامير مقبله عليه تكلم لك على حاجه مهمه وسامير ثاني دوك انت ولاك حاب تبني راك حاب تبني منتخب حان الوقت باش تكون عندك تشكيله اساسيه هذوما اللي ماتش اللي نبني بهم منتخب اللي نعطي فرصه للاعبين كيما بوعناني كيما فارسي كيما ما على باليش انا في وسط الميدان بوداوي فارسي دخوله كان موفق بيان سور انا شوف باسكو نعاودو نشنولو شويه للوراء الناخب الوطني السابق كان توجور يدير هكذا يلعب اون ايكيب وبعدين ينحي خمسه سته لاعبين دوزيام ماتش يلعب سته لاعبين جدد بصح اليوم احنا مع الناخب السابق كلينا خلاص المستوى تاع المنتخب الوطني ضعاف ولا معروف دوكا ولا نحبوا نعاودوا نبنوا منتخب ونعاودوا نمدوا له حيوية جديده لعب هاد ليجان دوك حقيقه نهضروا على ماندي كي نهضروا من ناحية الهجومية باسكو مام دفاعيا كي يلعب في اللاكس واش يقدم أداء لاباس به حتى نلعبوا ثلاثة في اللاكس وكان يلعب هو بن سبعيني نشوفوا لي فاي بزاف شفناه لعب مع طوغاي شفنا كيف تغارت كثيرة لقاء بوليفيا في مارس نعم دوك انت ولا ماندي ماهوش يمد المردود اللي لازم يمدو وتلعبه لي باسكو اونسيان باسكو خبرة ما تجيبش الفلوس هذاك للفارق محرز كيف نقول شوف لازم نجبدوا الاسماوات انا نجبد الاسماوات انا ما كانش عمل فلان وفلتان حتى في ناديه انا ما نهضرش على النادي اسمح لي لا خليني نكمل لك بك الفكره تفضل امين بالعقل برك حتى في ناديه مندي تكلمي على الخبره وكذا ماهوش يلعب ناديه ماهوش يلعب في ليل ماهوش يلعب يعني لما تجيب لاعب حتى اللاعبين الاخرين يقول لك انايا اني نلعب وفارس يقدم اداء ممتاز ما في ليبيريا لماذا لا تشركوني كأساسي وكما قالك عندك دو جوار رضواني وفارسي هما أريار دروان دوميتي تيب دونك علاش قلت لك أنا اليوم ماندي محرز بن رحمة اللي مدنا له بزاف ما قلت اليوم دا مقابلة سجل هدفين مي خويا عنده 29 مقابلة في 29 مقابلة بالك كان نعطي لك بالك دار دو غرو ماتش هذا مثلا بنجاح خارج الإطار تاني بنجاح لازم تغييرات نصف البنجاح دوك ولا انا نهضر لك انا اون جينيرال انا نهضر لك كاع اللاعبين هذوما اللي ما يمشي يمدوا البلوس دونك خويا لازم اليوم اللاعبين كويري راه يسجل خويا نلعبوا بو عناني وقتاش يدي لوكازيون بو عناني شفناه مع الناخب الوطني السابق شفناه كان يدخل يؤدي مقابلات لاباس بها رافينيس راه اساسي خويا انا اللاعب هذا اللاعب هذايا بيان سور بوداوي حان الوقت وين نرميه انا نلعبوا دونك هذه هي ما دوكا المونتينر هذا ولو حب دم جديد في المنتخب ما يحيش يلعب لنا بلي جوار قدم وما راهمش يمدوا اضافه نعم
انت تجبد لوكا محرز خارج الاطار، مندي خارج الاطار شويه من ناحيه الدفاعيه، بنجح خارج الاطار، بنرحبه مع هذه المقابله خارج الاطار، زروقي خارج الاطار، وقتاش نبدلوا فريق وطني؟ نقولوا نعاود نقولوا شويه مشاريع كان تبعوا الفيسبوك، نعاود نقولوا التشكيله تاع واسمو. لكن امين الفريق يقدر يقول لك اي واحد يشوف فينا الان يقول لك المدرب هذا فاز بخماسيه كامله امام توك. نو بصح حنا دقيقه يقول لك يعني هذا خيارات توعيه. انا فزت بخمسه اهداف. حنا كونترا حنا ماذا بينا نزيدوا نشوفوا احسن احسن منتخب من الناحيه من الناحيه التكتيكيه من الناحيه حقيقه كنا نشوفوا في الماتش تمتعت انت يا دوك ما نكذبوش على روحنا على خاطر فامينيت الاخرانيه بدينا نحسوا شغل كاين دي فاس دو جو، شفنا دخول عموره دخول قويري دخول بوداوي فارسي علاش قلت لك انا دوك ولا نشوف ماتش دوك ولا نشوف نتكل على دي جوال اللي ما راهمش يمدوا ماهمش يمدوا واضح فكره وصلت. ثقات جمهور عنابه شيء يشرف الجمهور العنابي هذا الوقوف دائما مع المنتخب الوطني. قبل ان تعطيني كلمه على فرحه مازا التي كانت تظهر من محيا وجهه أنه جد سعيد بالالتحاق بالمنتخب الوطني حتى ولعب خمس دقائق فقط. هذا كلها بين صزواب اللي راه فرحان كي جا الفريق الوطني الفيزاج تاعو يبين بوكو تشوز سكي بيان غاناتيك الجوار بين سي كي تشوف هكذا تشوف بلي سي جوار بيان بيان ايديوكي كيما يقولوا مربي كيما نقولوا حنا على حسب الصوره هذه. وفي اللعب شفناه 5 مينوت لو فات لا باس تاع البيت اللي دار هكذا شاف صاحبه جا سون كونترول. صح ما تزعفش عليا دوك رانا في وقت شويه متاخر. كيفاش تقدر تعرف انت بتوش دو بال تاع لاعب شاف هكذا وعطاها الماتش دخل ما نسش كثير من الكرات كيفاه في توش واحده وهذه تعيدني الى لاعب اخر تحدثت عليه انت مطولا اللي هو لاعب ادم والناس بعد اول مباراه اول توش قلت هذا لاعب ممتاز. هل يعقل انك تقدر تعرف لاكاليتي تاع جوا في وحده توش دي بال وحده؟ بيسر كيفاش؟ هذا حبيت نفهم باش الجمهور يعرف. واحد اخر واحد اخر عطاو له هكذاك لاباس هكذا واش يدير يدني ويضرب. لا ديفيرونس انا نرفض راسي نشوف ولاد جاي صاحبي اعطي له احسن احسن مني نعطي له سكيلا فيه هو هذا هو الفرق. شوف شفت كاش شاف هذه اسمها لا بريز دانفورماسيون شفت كاش شاف بالونه وجاه رمى الدار هكذا وعاود عطالو واحد اخر واحد اخر هنا يدني هكذا يضرب يقول لك ربما الماركي هنا التخمام يختلف يختلف بين التخمام تاع هذا اللاعب كيفاش دار مع واحد اللي حطاه ويضرب ديريكت سي سا لا ديفيرونس. صافي هذا الجوار يقدر يجي منه يعني ينجم يجي منه بيان سور. وهنايا علاش يقول لك في الفوتبول كلي كرون جوار يخمو احسن من لي بون جوار جوار نورمال باسكو لا ديفيرونس اللي لا انا نشوف قبل من نتايا انت مازال ما شفت انا نشوف بار اكزومبل فهمني على هذيك الوقت الفوتبول سي ان كاسيون دو سكوند فراكسيون دو سكوند تصيب البيت جا دونك ان شاء الله نزيدو نشوفوها ان شاء الله نشوفوها بلوس دو طون اكبر اكبر نشوفوها ان بو ان بو بلوس اللاعب هذا يعني نشوفوها ان بو بلوس باش يزيد نديكوفريها باسكو هنا شفنا لا فاز دو جو باين حاجة دار حاجة مليحة ولكن ماذا بيا هنايا أنا ماذا بيا نقول لكم بكل صراحة ماذا بيا نشوف بوعناني يلعب بدروات نشوفوا هذا اللاعب هذايا نزيدوا نشوفوه سي تنجن لي 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 هذا مستقبل تاع لا كوب دي موند 2030 صح حتى 2030 هادو ما لازمش نخمو قدام لينا رايحين نلعبوا في المغرب كوب دافريك لازم تخمم بلي 2030 هاد الجروب هذا يكون كاع متحضر يكون في عمره 25 يعطيك الصحه يكونوا كاع متحضر ممكن يكونوا محرز ولا بنجح 2030 ما يكونوش يلعبوا ولا وكالكو جوار ما عندي جو نسي با مي هادو ما الدراري هادو توجدوا ما انا كي نقول لك او يشوف بلي عنده ان جروب او يخدم به او يخدم به دونك وقبيله قلت كلمه انت قلت كلمه قلت علاش مالا لي جوار هادو القدم بيسك ما مشي دورو او يلعب علاش يلعب هذا ما فهمتش انا علاش هو يلعب بهم انا جو بونس كو بور لو مومون اي فو سوف غاردي لو جروب يقول لك هادو زون ليكسبيريونس ممكن في لي ماتش هادو نسحق نحتاجهم ممكن اي او ميم طون سوف غاردي لو جروب هذا من بعد ممكن يتخمم واحد اخر يبدل العقليه.